أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أعمال. معنا اليوم رجل الأعمال الأستاذ عبد الله البشير من مطعم شب يلدا. أهلا أستاذ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم، وأنا فخور جدا أني أنا اليوم جالس أتكلم وياكم إن شاء الله. فإذا تأمروني أي سؤال حاضرين إن شاء الله. بداية شكرا جزيلا أستاذ عبد الله لتواجدك معنا بالبرنامج، ونتمنى بالبداية نبدأ بالتعريف عنك وعن بداياتك مع المطعم. أنا اشتغلت في كل المجالات تقريبا، وآخر المجالات اللي نحن كنا نشتغل فيه وفي هذا المكان اللي الحين حاليا تشوفون المكتب، كان المطعم كان مكتبنا شركة النخيل للاستثمار العقاري. فبعد ما انتقلنا إلى مكتب الثاني في بنايتنا، فقلنا بنحول المكان إلى المطعم، لأني أنا أحب المطاعم وأحب الأكلات، فقلنا بنحول إلى المطعم. وحولنا، شفنا على حسب السوق، وفي إمارة عمان نحن فعلا الإمارة محتاجة لمطعم على مستوى عالي، ومطعم إيراني على مستوى عالي، ومطعم الحمد لله رب العالمين قدرنا نخلص الحين من فترة، يعني تقريبا أسبوعين فتحنا المطعم والحمد لله رب العالمين. جميل جدا. أستاذ عبد الله، ممكن تعطينا المزيد من التفاصيل على أنواع الأطباق والوجبات اللي بتقدموها، بجانب طبعا العصائر والحلويات اللي تميزتوا فيها عن بقية المطاعم؟ نحن وجباتنا يعني مثل ما تعرف مطعم إيراني بحت، كل الوجبات الإيرانية موجودة. متميزين نحن في شيء اسمه لحم الرقبة اللي نحن متخصصين فيه، وعندنا من جميع أنواع الكباب اللي حاليا موجود. فكباب الإيراني الكل يعرف إنه شو طعمه، بس طعم اللي عندنا نحن يميزنا عن كل المطاعم الثانية. فعندنا وجبات مثل صالونات الإيرانية اللي هو يسمونها قيمة ويسمونها قرمة سبزي، ونحن عندنا صالونة قلية، ما هي من أميز أنواع الأكلات الإيرانية، فالحمد لله عندنا موجود. فعندنا خبز تنور حار نفس الوقت ننزله الخبز للزباين. فالحلويات اللي عندنا، نحن عندنا شيء اسمه يعني كل الحلويات الإيرانية إن شاء الله بنسويها، ومن ضمن الحلويات نحن نبغي نسوي إن شاء الله قسم خاص للأيس كريم الإيراني وفالودة الإيرانية. رائع جدا أستاذ عبد الله. بعد النجاح اللي حققتوه والمكان الرائع اللي أنشأتوه، شو خططكم المستقبلية وشو الرؤية المستقبلية للمطعم؟ والله نحن قلنا بنفتح المطعم أول شيء بداية في عمان، وبعدين إن شاء الله بنشوف بعد فترة، بعد سنة أو سنة ونص، وبنفتح فروع الثانية في إمارات الثانية إن شاء الله. فبنكون إن شاء الله متميزين في تقديم الأكل وتقديم الخدمات للزبائن إن شاء الله. وإن شاء الله في المستقبل بنكون في إمارات الثانية مثل دبي والشارجة، حتى أبوظبي إن شاء الله. فإن شاء الله الله يوفقنا إن شاء الله، ونشوف شو إن شاء الله. ونتمنى لكم دائم التوفيق وتوصلوا لجميع الإمارات والعالمية. الله يسلمكم أستاذ عبد الله. من خلال خبرتكم الطويلة في مجالات متنوعة من البزنس وتواجدكم في دولة الإمارات لسنوات، شو بتنصح أي حد عنده طموح يأسس عمله الخاص داخل الدولة؟ والله أنا أنصح كل الشباب اللي أي شيء عنده في باله في مخه ينزله على أرض الواقع، ما يخاف من شيء، يدخل في مجال اللي يحبه على طول، بدون ما يقول لا أنا يمكن أخسر ويمكن كذا. لا، أنت إنسان إذا يحب شيء لازم يسعى له، وإذا سعيت له إن شاء الله بتوصل له. فهذا اللي أنصح الشباب والأفراد المجتمع إن شاء الله. بالنهاية بنتشكرك أستاذ عبد الله تواجدك معنا بالبرنامج، ونتمنى تخبرنا وتخبر المشاهدين اللي عم يتابعونا كيف ممكن يوصلوا ويتواصلوا مع المطعم. نحن مكاننا يعني نحن متواجدين هنا في شارع شيخ عمار في عمان، والفرع الوحيد اللي عندنا حاليا هنا في هذا الشارع، ما عندنا فروع ثانية. ف
فمكاننا معروف ويقدرون يتواصلون يعني عن طريق الواتساب او عن طريق التليفونات ان شاء الله. شكرا مره ثانيه استاذ عبد الله ولجميع طاقم العمل في المطعم، نتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح. انا اشكركم جزيل الشكر، ما قصرتوا، ورايتكم بيضاء ان شاء الله، فاتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في مجال اعمالكم ان شاء الله. شكرا جزيلا استاذ عبد الله. الى هنا اعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الاسبوع، تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC الخليجيه وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي امان الله.